إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذا مباشرة متابعين الأوفياء في قناة شوف تي في. إذا أمطار قليلة فضحت واقع البنية التحتية بالمدينة. شوفوا شارع القاهرة كيفاش ولا بعد التساقطات المطرية الأخيرة اللي عرفتها وشهدتها المدينة للأسف الشديد، اللي ولات هذه النقطة هذه نقطة سوداء ومطالب تدخل الجهات المسؤولة عاجلا من أجل إعادة الاعتبار لهذه النقطة. للأسف الشديد كنتوجهوا شارع القاهرة اللي كيعرف واحد الحركة ورواج، ولكن للأسف الشديد الصورة تعبر عن مدى الإهمال والتهميش اللي كيعيشوا هذا الشارع بعد ما أصبح نقطة سوداء للسائقين والأصحاب السيارات والطاكسيات. كما كتشاهدوا البلاتي ديال الماكين هنا وكل الحفاري للأسف الشديد. تساقطات مطرية قليلة كتفضح ضعف البنية التحتية اللي كتعاني منها مدينة العريش، ومطالب تدخل الجهات المسؤولة. الصورة توضح عن مدى الإهمال والتهميش اللي كيعيشوا هذا الشارع، شارع القاهرة اللي كتعتبر من أكبر الشوارع بالمدينة. شارع القاهرة اللي معروف بالحركية والرواج ديالو. نطلبوا من المسؤولين بالتدخل العاجل من أجل إصلاح هذا الشارع. إذا الصورة توضح مدى أن قطرات مطرية قليلة رجعت إلى برك مائية وإلى حفر، يعني بزمن خصك دوز توقف ودير البريميرا ودوز شوية لك أو لا تجيبها في السيارة ديالك. شارع كامل بلاتي الساكنة هنا راه كيتشكاو، وسبق لينا أننا صورنا المعاناة ديال الساكنة اللي كيتشكاو وكيطالبوا مطالب تدخل الجهات المسؤولة من أجل فك الحصار عليهم، لأن ملي كطيح الشارع الناس كتدخل عليهم حتى للديور ديالهم. إذا نطالبوا بتدخل الجهات المسؤولة. كل حفرة هي حفرة للأسف. شارع ديال القاهرة اللي كتعتبر من بين أكبر الشوارع بالمدينة يعاني في صمت، وكاين مجموعة ديال الحفر اللي ولات فيه. نطالبوا من المسؤولين بالتدخل العاجل والآني، لأن تساقطات مطرية قليلة علت على الحالة الكارثية اللي كيعيشها أو اللي كتعيشها البنية التحتية بالمدينة. تساقطات مطرية ضعيفة ورات وعرفتنا على الواقع المر للأسف، والأمطار كتفضح الغش طبيعة الحال وفتحت أي حاجة عندها بالغش. حيت لو كان الطريق معدلة مزيان ما كانش غادي يوقع هذا الخير، هذا ما كانش غادي يكون هذا البلاتي ديال الماء. نطالب من المتابعين الأوفياء أنهم يبارطاجيو على أوسع نطاق، لأن راه أنتوما وبيكم باش كنوصلوا صوت الجهات المسؤولة، باش كيدخل المسؤولين بالبارطاج ديالكم بالضغط ديالكم بطبيعة الحال باش كنوصلوا وكنضغطوا على الجهات المسؤولة. مطالب تدخل المسؤولين من أجل إعادة الاعتبار لهذا الشارع اللي كيعاني في صمت للأسف الشديد. بارطاجيو الإخوة الله يرحم بها الوالدين. مرحبا بكم باش نوصل الصوت للجهات المسؤولة من أجل إعادة النظر، أجل إعادة الاعتبار لهذا الشارع اللي كتعتبر من بين أكبر الشوارع بمدينة العريش، واللي الحالة ديالو حالة كارثية بكل المقاييس للأسف الشديد. الحالة ديالو كما كتشاهدوا حالة كارثية بكل المقاييس للأسف الشديد. شارع القاهرة اللي كتعتبر من بين أكبر الشوارع بالمدينة
نطلب منكم متبي الأوفياء متبي قناة شفت بأنكم تبارطاجيو هذا الوضع الكارثي، لأن كارثة بكل مقاييس. صعيب أنك تدور فيه ولا تحرك فيه، ضروري توقف دير بريميرا وتزيد. كاين مجموعة ديال الحفر النقط السوداء بحال جوج حفر حدا بعضياتهم، ها حفرة فيها الخنشاب، ها حفرة للأسف يعني الشارع خصو إعادة النظر تقريبا كامل، راه تقريبا أغلبية فيها الحفر بزاف. على سبيل المثال هنا عاوتاني كذلك مثال، هنا عاوتاني حفرة ولا حفرة لهيه، ولا حفرة فيها الخنشاب، ولا حفرة لهيه للأسف الشديد. منطقة صحت كاملة عمر بالحفاري، منطقة صحت ولات كاملة عمر بالحفاري، ومطالب تدخل المسؤولين من أجل إعادة الاعتبار شارع القاهرة. للأسف الشديد أن الأمطار أكيد كتفضح البنية التحتية والواقع المر اللي كتعيشو مدينة العراج للأسف الشديد. نطالب بتدخل المسؤولين والجهات المسؤولة من أجل إعادة الاعتبار للشوارع ديال مدينة العراج، لأن للأسف الشديد الأمطار فضحت كل ما هو مغشوش